التحليلية من الميادين. ضربات نوعية في عمق الاحتلال الإسرائيلي وبنك أهداف دقيق في جعبة المقاومة الإسلامية العراقية. ما هي الأوراق السياسية الأمريكية التي أحرقتها المقاومة الإسلامية وكيف؟ بأغلبية نسبية يقر البرلمان الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء المثير للجدل. لماذا يشرع البرلمان الأوروبي الإصلاحات الموعودة عشية الانتخابات الأوروبية؟ وفي وثيقة اليوم، باريس تتشدد في المواقف ضد موسكو وتتربع على عرش أول المستوردين للغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي. أي تفسير لهذا التناقض الفرنسي؟ هل يعكس رغبة في إبقاء قنوات التواصل مع روسيا؟ وفي قضية اليوم، السودان بعد سقوط البشير. فوضى عارمة وحرب بين جنرالين تعكسان الصراع الإقليمي والدولي. إلى أين يذهب السودان؟ وهل ما زال شبح التقسيم يحوم حوله؟ جبهة إسناد أساسية لغزة تعمل بهدوء وتضرب بقوة الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة الإسلامية في العراق مسيراتها وصواريخها تكسر الحدود وتخترق عمق الاحتلال مستهدفة مرافئه ومنشآته وقواعده العسكرية. عملياتها في تزايد كمي ونوعي تؤذي الاحتلال وتربك وتدعم عمليا المقاومة في غزة. هي عمليات التصعيد العراقية في مرحلتها الثانية، والهدف المطارات والمرافق الإسرائيلية، مشاركة الفصائل العراقية في طوفان الأقصى، ألغت قاعدة دول المواجهة جغرافية، فهشمت جدار تحصين حدود الاحتلال، وأثبتت أنه على الورق فكان سلاح المسيرات. لم تتوقف المقاومة الإسلامية في العراق عند انخراطها في المواجهة، بل رهنت قرار عملياتها لدى المقاومة الفلسطينية في دلالة حقيقية على وحدة الساحات واتساع الجبهات الذي امتد من لبنان إلى سوريا فالعراق فاليمن. بنك أهداف الفصائل العراقية يدل على تطور نوعي استخباري، فيما الوصول إلى هذه الأهداف يدل على تطور نوعي في الأسلحة المعتمدة في هذه المواجهة. وبقي عنصر المفاجأة حاضرا في العمليات، حيث من الصعوبة بمكان توقع وقت التنفيذ ونوع الهدف أو منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات. فوضعت واشنطن وتل أبيب في دائرة لا توازن حتى في محاولات مناورات الرد لما تستخدمه من أهداف وتوقيتات وتحرك. الثقل الذي شكلته الفصائل العراقية جاء في الميزان الأمريكي أصعب حملة، وحرك واشنطن تحت عناوين الرد عليه في القائم وجرف النصر واغتيال قادة كبار في هيئة الحشد الشعبي وفي المقاومة العراقية. لم يكن أثر المقاومة في العراق محصورا في الميدان، فهي ورطت واشنطن وحرمتها أداء ما تسميه دور الوسيط الذي تنشده في كل ملف فلسطيني، وأظهرت انخراط الولايات المتحدة في إمداد الطرف المعتدي بالذخيرة، فيما المسؤولية التي يتعامل بها قادة الفصائل العراقية وحدت الجبهة وعززت تماسكها عبر التزام خط الضغط مرة على الأمريكي بقصف قواعده وأخرى بقصف الأراضي المحتلة مباشرة. انخراط المقاومة العراقية مع نظيراتها من فصائل وقوى المقاومة في المحور أعاد توجيه البوصلة نحو الخطر الحقيقي وواجهه بعد تكلس السلاح الرسمي العربي، عطفا على قيد الموقف الرسمي العربي. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. نرحب بكم من جديد وبالمشاركين في هذا الجزء، معنا صلاح الخزاعي مراسل الميادين في بغداد، وقاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية من باريس. نبدأ من بغداد. صلاح، المقاومة العراقية قديمة ليست جديدة، لكن السؤال، ما الذي اختلف في عمليات المقاومة خلال طوفان الأقصى عن المرحلة السابقة؟ مرحبا لك محمد وللزملاء المشاركين وللمشاهدين الكرام. كانت المقاومة فعلا تستخدم
العبوة الناسفة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مواجهة جيش الاحتلال الذي اجتاح العراق عام 2003، وفيما تلا حتى في معارك تحرير المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش. شيئا فشيئا في مواجهات يعني طرد التنظيم المسلح من عدد من المحافظات العراقية، طورت المقاومة العراقية بعض هذه الأسلحة، ولكن في طوفان الأقصى المختلف أنها أظهرت قوة في عملية استخدام أسلحة الطائرات المسيرة، وهذا سلاح نوعي يدخل المعركة، استخدمته المقاومة العراقية في عملية تحطيم القاعدة التي تعتمدها إسرائيل في عملية تحديد دول المواجهة جغرافيا، إذ أنها تؤمن هذه الحدود، ثم تاليا طبعا بدأت تستخدم القبة الصاروخية لصد الهجمات رشقات الصواريخ بكل أنواعها. ولكن الطائرات المسيرة التي بدأت تستخدمها بشكل مباشر المقاومة الإسلامية في طوفان الأقصى كانت تخترق هذه القبة الصاروخية، وألغت حتى يعني فكرة جغرافيا دول المواجهة، إذ أن ما بين إسرائيل وبين العراق هي الأردن، وبالتالي هذه لم تعد حائلا دون استهداف يعني أهداف في داخل إسرائيل وحتى أهداف في الجولان السوري المحتل، وذلك ما يعني أضاف عنصرا آخرا في عملية توازنات المواجهة بدخول المقاومة الإسلامية العراقية وفصائلها على خط المعركة بنيران حاضرة يعني توجع وتؤذي الجانب الإسرائيلي، فصار دخولا مباشرا في هذه المواجهة العسكرية. قاسم عز الدين، ما موقع اليوم المقاومة الإسلامية في العراق في المعادلة؟ محمد، الأساس هو موقع العراق، يعني العراق موقع الجيوسياسي، بطبيعة الجيوسياسية بالمنطقة هو منذ البداية، يعني حتى من أيام جبهة الإنقاذ ب48 كان متدخل ويعتبر أنه الحرب الإسرائيلية في ضد فلسطين تمسه وتصل إليه، ب48 ب67 ب73 وهلما جرى، بغض النظر عن النظام الحاكم، الشعب العراقي وتركيبة العراق موجه للمواجهة ضد إسرائيل. من المسألة الأخرى المضافة حاليا يعني وقبل الطوفان الأقصى، أن المواجهة هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا هي التي دمرت العراق وهي التي تدير الحرب، حرب الإبادة على غزة وعلى فلسطين، والعراق وكل دول محور المقاومة هي جزء لا يتجزأ بالمواجهة لهذه الحرب ضد الهيمنة، ومن أجل رفض التبعية والاستقلال عن التبعية الأمريكية، وخاصة حرب الإبادة، يعني حرب للشعب الفلسطيني. محور المقاومة في المنطقة هو حزام الطوق. حزام الطوق ليس مسألة معركة ومواجهة عسكرية فقط، بغض النظر يعني هذه المواجهة هي تتقدم وتتأخر، لكن يبدو كل ما مرت الأيام، كل ما تتقدم المواجهة من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، يعني اليمن قصة لوحدها، لكن هذا الحزام المحور المقاومة هو ينمو بمقدار ما تنمو المواجهة نفسها، ويتوسع بمقدار ما توسع المواجهة نفسها. وأكيد المقاومة العراقية هي جزء أصيل وجزء مشارك وجزء لا يتجزأ من هذه المواجهة ككل. وحتى إذا فتحت وتوسعت هذه المواجهة كما يعني يحلم بايدن ويحلم نتنياهو، سيكون العراق أكثر فأكثر مشاركة في هذا الصراع. نعود لك صلاح ونسأل على الصعيد السياسي، ماذا حققت هذه العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في العراق، والتي مثلت للكثير مفاجأة في أن تصل الطائرات المسيرة العراقية إلى إسرائيل؟ في كل المواجهات محمد بين الفصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، كانت أمريكا تحاول أن تسوق نفسها وسيطا أو تبعد نفسها على الأقل عن هذه المواجهة. في طوفان الأقصى أجبرت المقاومة العراقية أمريكا أن تكون طرفا، أو أسقطت عنها قناع
كانت تلبسه دائما، وهو قناع تدعي أنها طرفا وسيطا تدخل أحيانا يعني الإيقاف لفرض شروط وقف إطلاق النار أو لفرض شروط معينة في أي شكل من الأشكال. كل الدول تعرف أن أمريكا داعمة لإسرائيل وأنها لا تتدخل إلا حين يكون تكون كفة الميزان هي لصالح الطرف الإسرائيلي. هنا فصائل المقاومة العراقية الإسلامية حينما وضعت القواعد الأمريكية تحت النار بشكل مباشر، وفي واحدة منها أدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، أجبرتها أن تكون طرفا في هذه المعركة ووضعتها في ميزان الجانب الإسرائيلي في هذه المواجهة المفتوحة التي فتحت فيها النيران من الطرفين، من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ومن الجانب الإسرائيلي. الجبهة التي فتحتها فصائل المقاومة الإسلامية العراقية في العراق على القواعد الأمريكية وأدت إلى أن يعني تفتح النار وتتبادل القصف معها، حينما حتى في عملية استهداف الرد التي كانت يعني تستخدمها أمريكا حينما استهدفت القائم وحينما استهدفت جرف النصر في رد غير متوازن وغير منطقي في عملية استهداف مؤسسات أمنية عراقية أحرجتها في هذه عمليات الرد، إذ أنها لم تكن تمثل فصائل المقاومة العراقية، حيث هذه المناورة التي تتحرك في إطار المقاومة الإسلامية العراقية. وأيضا نقطة أخرى محمد، هي عملية رهن إيقاف هذه الضربات من قبل فصائل المقاومة العراقية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية أخرجت كل هذا الحراك لفصائل المقاومة العراقية، الحراك العسكري في المواجهة وفي الاستهداف، ورهنته بيد فصائل المقاومة الفلسطينية حتى تخرج من أي حسابات سياسية. بالتالي فوتت فرصة أن تلعب الدور الذي تلعبه أمريكا في كل مواجهة، وهو قناع الوساطة أو الحياة. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى عنواننا الثاني، حيث الوصول إلى الشواطئ الأوروبية لا يعني الوصول إلى بر الأمان. فالقوانين الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي تسمح بالترحيل، الترحيل السريع لأولئك الذين لا يسمح لهم بالبقاء. 22 منظمة إنسانية بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة أوكسفام رأت أن الاتفاق يترك شروخا مقلقة في نهج أوروبا تجاه اللجوء والهجرة، ويفشل في تقديم حلول مستدامة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان على حدود أوروبا. على أعتاب القارة الأوروبية 100 من الضحايا المهاجرين قضوا غرقا بحثا عن حياة جديدة. أسوأ الكوارث البحرية جرت هنا في البحر الأبيض المتوسط وأمام أعين العالم الأوروبي، لتصبح أزمة الهجرة واللجوء من أهم القضايا الخلافية في الاتحاد. وبعد مفاوضات استمرت لسنوات، تبنى البرلمان الأوروبي مشروع تعديل سياسة الهجرة واللجوء، والذي يضم 10 قوانين تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، بشرط أن تكون جميع بلدان الاتحاد طرفاً فيها. وتنص الحزمة على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين، ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين. أما الأهم بالنسبة إلى الدول التي تعد على خط المواجهة كإيطاليا واليونان ومالطا، فهو تفعيل آلية تضامن أوروبي توجب على باقي الدول الأعضاء استقبال آلاف طالبي اللجوء أو تقديم المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط أو المساعدة في تأمين الحدود. ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر آمنة إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة. وبينما دعمت كتل سياسية أساسية في البرلمان الحزمة، أعربت منظمات غير حكومية عن معارضتها للمشروع الذي تراه محاولة لتعزيز الحصن الأوروبي وجعل حصول اللاجئين على الحماية أكثر صعوبة. وبينما أصبح الحديث عن الحد من الهجرة بمنزلة تقليد موسمي لدى دول الاتحاد الأوروبي، لا يخفى على المراقب أن معظم دول الاتحاد تواجه عجزاً سكانياً على المدى المتوسط يتعذر تصحيحه إلا من خلال الهجرة. علي الأحمر، الميادين. قاسم عز الدين، ما هي أبرز هذه الإصلاحات الموصوفة بالتاريخية، ولماذا أيضا كل هذا الانتقاد لها من قبل المنظمات الحقوقية؟ يعني الذي وصفها بأنها إصلاحات تاريخية هو رئيسة البرلمان الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية،
والرئيس الوزارة البريطانية الألمانية أولاف تشولز، معروف يعني هذه الاتجاهات. عمليا بالإجمال يعني هذه الإصلاحات، وهي وصفت بالتاريخية من هذه القوى لأنها تحاول إدارة الأزمة، أزمة الهجرة الذي سمته ميثاق الهجرة واللجوء، إدارة الأزمة وليس حلها. بمعنى أن اتفاق هذه الدول 27 شكليا يعني بالبرلمان، علما بأنه البرلمان الأوروبي لا صلاحية تنفيذية له، هو يوصي وعلى الدول أن تنفذ قبل يعني تقر هذه التشريعات قبل الانتخابات الأوروبية خلال الشهرين المقبلين. السبب الأساسي أن اتفقت هذه المفوضية والرئيسة البرلمان والمجموعات الوسط ويمين الوسط على مواجهة أو حل أو سحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف. أخذت إجراءات يدعو إليها اليمين المتطرف، لكن جملتها بإطار حقوق وقبول حسب القانون، ولرفض المهاجرين شرعت القوانين. تنتقدها المنظمات الحقوقية لأنها تريد أن تبني معسكرات اعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي. هذه واحدة. المسألة الأخرى تعتمد البصمة حتى على الأطفال من 6 سنوات وتنكل بهم، ولها الحق بطرد كل 80% يعني التقديرات 80% من طالبي اللجوء، ممكن طردهم إلى بلدان أخرى. ما هي هذه البلدان؟ لا أحد يعرف. فضلا عن ذلك أنه ليس لها لأحد حقوق، هي تقرر، دولة تقرر أو مكتب الهجرة واضح. هو الذي يقرر، والشرطة هي التي تنقل اسمح المهاجرين. لنا هنا سريعا أن نسأل صلاح من أوروبا إلى خارجها حول يعني العراقيون المهاجرون إلى بلدان أوروبية، هل سويت الأوراق الخاصة بهم صلاح بحسب المعلومات، خصوصا بعد هذه القوانين وهذه التعديلات المثيرة للجدل؟ بعد عام 2014 محمد هناك أكثر من 500 ألف عراقي هاجروا إلى أوروبا عبر يعني عبر تركيا إلى بلدان أوروبية، عبر تركيا واليونان ثم سيرا على الأقدام عبر الأنهر والغابات. حتى الذين وصلوا وتمركزوا يعني أكثر أعداد تمركزت في ألمانيا عانوا كثيرا في عملية تسوية أوراقهم القانونية. طبعا السلطات العراقية تشجع على الهجرة، على العودة الطوعية عفوا، وليست العودة القصرية، هي ترفضها. بالتالي العراقيون الواصلون إلى هذه البلدان عانوا كثيرا من قضية نقاط البصمة التي ثبتت البلدان التي استقبلتهم في البداية، وهذا جعل الكثير منهم يعانون في عملية إتمام أوراقهم الرسمية. لم يتم توفير العناية الكافية لعملية دمج هؤلاء في المجتمعات التي وصلوا إليها. حتى الذين تمت تسوية أوراقهم، الذين لم تتم تسوية أوراقهم يرفضون، ولكن يسمح لمن لديه أطفال في عملية استغلال. نسمع قصص كثيرة محمد في العراق عن العراقيين، عن أولاد العراقيين الموجودين في هذه البلدان في عملية استغلال للعائلات التي لديها أطفال، في عملية السماح لهؤلاء بالبقاء، ولكن دون أن تكون هناك أوراق رسمية كاملة دون أوراق رسمية لأبائهم. واضحة هذه النقطة صلاح. لضيق الوقت اسمح لي بالعودة لقاسم ونسأل، لماذا يقفل الاتحاد الأوروبي الأبواب على نفسه بهذا الشكل، وهل هذه الإصلاحات بهذا الشكل قابلة للتطبيق؟ الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مهاجرين، يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى يد عاملة، يحتاج إلى من قابل للاستغلال. لذلك هو يختار، يريد أن بدأ يعني بهذه السياسة منذ 5 سنوات على الأقل باختيار الكادرات الطبية. هنا في فرنسا وفي كل أوروبا تذهب إلى أي مستشفى حكومي تجد 90% من المهاجرين، تذهب إلى أي مكان تجد التكنوقراط والعاملين في حتى المنشآت الكبرى والأساسية من المهاجرين. هذا ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي. أما العمال والفئات الأخرى هو لا يحتاجها، هو يريد طردها.
دلالة على ذلك يعني الاتحاد الأوروبي، أوروبا عندما بدأت بالحديث عن الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأورو متوسطية مع دول الجنوب المتوسط كانت تدعو إلى عمليا حرية انتقال الأموال والرساميل والبضائع وأيضا حرية انتقال الأشخاص. هذا الذي كانت تدعو إليه أوروبا كجزء من الدعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك، لكن لم تنفذ منها أي شيء بمعنى المهاجرين. تسامحت إلى حد ما مع حاجتها للمهاجرين، والآن وصل البلغ السيل الزبا لأزمة بسبب أزمة أوروبا الداخلية وأزمتها في المحيط وأزمتها في العالم. لذلك هي تنتقم من الضعفاء، من الذين همشتهم. يعني هي خربت هذه البلدان بأفريقيا، بالمتوسط، بالعراق، بسوريا، هي جزء لا يتجزأ من هذا التخريب. وعندما يذهب الناس يبحثون عن ملجأ للأمان يجدون أمامهم إما داعش من جهة وإما شكل آخر من الداعشية، هي رفض وجود الأمان للناس، للبشر. شكرا. هل يمكن أن يتطبق هذه الإصلاحات؟ لا، لا يمكن. يعني عمليا نجد اليوم الحديث عن إصلاحات تاريخية، بالمقابل يرد عليه مارين لوبان قالت أبدا، يعني هو تشريع للفوضى في أوروبا. أوربان المجر وصفه بأنه مسمار في نعش التكتل، في نعش الاتحاد الأوروبي. اليمين المتطرف يرفض حتى هذه السياسة التي تحمل قفازات تجاه المجاهرين والمهاجرين وخاصة تجاه المسلمين، يرفضها. هو يريد أن تشن حرب شعواء ضد هؤلاء الناس، يعتبرهم أعداء، يعتبرهم أنهم في الجبهة المضادة وعليه محاربتهم، ليس فقط يعني طردهم من بلد إلى بلد، يدعون إلى محاكمتهم ويدعون إلى طردهم وحتى أيضا يعني إدخالهم إلى السجن ويفلحون عليهم في السجن. قاسم، الفكرة باتت واضحة. أنا مضطر هنا لأشكرك، أتقدم لك بالشكر قاسم عز الدين، والشكر موصول أيضا لصلاح الخزاعي. والآن مشاهدينا إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، أظهرت بيانات جديدة أن فرنسا اشترت الغاز المسال من روسيا رغم وقوفها إلى جانب أوكرانيا وتصعيدها الكلامي ضد موسكو. صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشارت إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى فرنسا أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام الماضي. ولفتت إلى أن باريس دفعت أكثر من 600 مليون يورو للكريملين مقابل إمدادات الغاز منذ بداية العام، ما أدى إلى توجيه دعوات لفرنسا للحد من مشترياتها المتزايدة. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي يشدد على دعم أوروبا لأوكرانيا فيما تلتهم فرنسا مزيدا من الغاز الروسي. وتكشف البيانات الجديدة أن فرنسا تزيد من مدفوعات الغاز لروسيا، فيما يقدم الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه واحدا من أقوى المدافعين عن أوكرانيا، ما يثير التذمر في جميع أنحاء أوروبا. الصحيفة نقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لا يمكن أن تقول فرنسا يجب عدم السماح لروسيا بأن تربح الحرب وتدفع لها بعد ذلك أموالا طائلة. حول هذا الموضوع نستضيف ونسأل محلل الميادين للشؤون الأوراسية والدولية مسلم شعيتو معنا من موسكو. سلم، نرحب بك. كما يقول يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستغرب من جهة أوكرانيا. ماكرون الذي يدعو إلى تدخل عسكري أوروبي وإلى تواجد على الأرض، هو يشتري الغاز من موسكو ويدفع لها أموال طائلة، كيف يفسر هذا؟ مساء الخير لك ولمتابعي الميادين. نعم، هذا التناقض له تفسير في روسيا وأيضا له تفسير في أوروبا. الرئيس ماكرون يصرخ نتيجة للأوجاع التي تلقاها بضربات، إن كان في الساحل الإفريقي حيث طرد من هناك وفقد كل إمكانية استعمال الموارد الأولية الموجودة في تلك الدول، إن كانت من الذهب والأورانيوم الضروري جدا
المحطات وللصناعات الفرنسية. ثانيا يصرخ نتيجة أيضا لما خسره في أوكرانيا، حيث يحاول جاهدا أن يوافق مع روسيا على تقسيم أوكرانيا. هذا الصراخ هو دليل على ذلك، أننا نحن يمكن أن نكون في منطقة أوديسا، هذه المنطقة التي تتواجد فيها أيضا مشتقات الأورانيوم الذي فقده في أفريقيا، وكأنه يقول لروسيا أوافق على أن تنضم إليك الكثير من المدن الأوكرانية، لكن شرط أن أكون أنا موجودا في منطقة أوديسا. يوافق أو بالأحرى يصرخ باتجاه الولايات المتحدة التي غدرته وأخذت الاتفاقات الغواصات مع أستراليا وأفقدته حوالي 50 مليار دولار كان يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الفرنسي. يصرخ أيضا ليقول أنني أستطيع أن ألعب دورا في أرمينيا بعد هذا الصراع وهذا التشابك الذي يحصل هناك ما بين الأنجلوساكسونية وفرنسا، التي ترى أنها يمكن أن تكون لاعبا مهما في أرمينيا وتتعود وتتحكم بمسار الممرات التي تعتبر مهمة في الصراع الدولي. كل ذلك موجه باتجاه روسيا، كما قلت حضرتك، نعم يشتري من روسيا الغاز، ولكن يحاول إرسال الرسائل مباشرة إلى موسكو أنني مستعد أن أفاوض في كل هذه الملفات، شرط أن ألعب دورا مهما بتأمين ما أحتاجه من مواد أولية وتحديدا الأورانيوم والمحتاجه الاقتصاد الفرنسي وأيضا الغاز، بعدما أفسد العلاقة مع الجزائر التي تمر عبرها خطوط الغاز الآتية من نيجيريا أو من غيرها. إذا نحن نرى سلم، الصوت انقطع وهو أيضا انتهى الوقت المخصص، لكن أنت باقي معنا لما بعد الفاصل. مسلم مشعيتو، مشاهدينا فاصل ونتابع ونحلل قضية اليوم. فوضى وحرب وبوادر تقسيم، تختصر هذه الكلمات الواقع الحالي في السودان، ويختزل جنرالان الصراع العسكري في هذا البلد وما خلفهما من دعم لقوى إقليمية ودولية. في ذكرى سقوط الرئيس عمر البشير، أين كان السودان وأين أصبح؟ لا يعني بذلك أن زمن حكم البشير كان مثاليا، لكن المؤكد أن البلاد باتت متشظية. أليس ما يجري في السودان جرى في ليبيا وسوريا؟ لماذا أجهضت الثورة الشبابية في هذا البلد؟ ولماذا أخذ السودان إلى التطبيع رغما عنه؟ وهل ما يجري في السودان اليوم هو انعكاس للصراع بين روسيا والغرب الأطلسي؟ هي 5 سنوات مرت على إسقاط الرئيس عمر البشير، ومعها انتهى أحد أطول أنظمة الحكم العسكرية في المنطقة. 5 سنوات لم تفلح في إخراج السودان من أزمته. حراك شعبي، التفاف سلطوي عليه يودي إلى عودة السلطة إلى العسكر، ومن ثم صراع دموي بين العسكر أنفسهم، فجاء التغيير المنشود نحو الأسوأ. هو ما يعيشه السودان وسط غياب أفق الحلحلة في المستقبل. الاحتجاجات الشعبية لم تحقق أهدافها المرجوة، والانقلاب لم يمهد لتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، فالسودان فقد ثلث مساحته وسكانه بانفصال الجنوب الذي تحول إلى دولة مستقلة بعد فشل الحكومات الوطنية المتعاقبة في الحفاظ على الوحدة. هي وحدة أصرت أطراف داخلية بمحركات خارجية على تعزيز انشقاقها، فإسرائيل وداعموها ساهمت بقوة في تأجيج النزاعات الداخلية لما يدعم مسار التطبيع واستراتيجيتها في المنطقة. الفوضى باتت تختصر الواقع الحالي في السودان. جنرالان يتصارعان وخلفهما دعم من قوى إقليمية ودولية. فهل ما يجري في السودان اليوم هو انعكاس للصراع بين روسيا والغرب الأطلسي؟ وهل تسعى الولايات المتحدة إلى محاصرة روسيا في السودان وإخراجها منه نهائياً إن استطاعت؟
نرحب بالمشاركين في قضية اليوم مع محلل الميادين للشؤون الأفريقية والدولية محمد حسب الرسول، وكذلك مع محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان، وباقي معنا أيضا من موسكو مسلم شعيتو محلل الميادين للشؤون الأوراسية والدولية. والبداية منك محمد حسب الرسول، أين كان السودان وأين أصبح؟ ألم يكن السودان على مشاكله لكن لم يشهد هذا التشظي، كل هذا التشظي، بالتالي هل الأحداث التي حصلت في نيسان أبريل عام 2019 أثرت وضربت الأمن القومي السوداني بشكل كبير؟ أولا تحية لك الأخ محمد وللزملاء الكرام والسادة المشاهدين. في حقيقة الأمر قبل 5 سنوات من الآن كان السودان يعيش في حالة مثالية تقريبا من الأمن والاستقرار. كان الإنسان يتحرك من العاصمة الخرطوم إلى أقصى الغرب أو إلى أقصى الشمال أو أقصى الشرق أو إلى أقصى الجنوب ودون أن يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. ولكن تحول الآن الأمر تحولا كبيرا بعد التغيير مباشرة في أبريل 2019. وضعت القوى الأجنبية والقوى الغربية يدها تماما على السودان، هيمنت على السودان، سيطرت عليه، سيطرت على قراره السياسي، فرضت عليه التطبيع، عدلت المناهج الدراسية لتواكب وتخدم فكرة التطبيع وتخدم فكرة استئصال قواعد السيادة والاستقلال الوطني من الوجدان السوداني من خلال تربية النشأ على مناهج دراسية تخدم هذه الفكرة. ضربت كل المؤسسات الدولة تقريبا وجرفت بالكامل، جرفت الذاكرة، ذاكرة الدولة السودانية تماما. فاتت الأمور إلى حدود بعيدة إذ تمكن الغرب من السيطرة على السودان من خلال البعثة الأممية الدولية التي مارست الوصاية والانتداب المباشر على السودان واحتكرت القرار السياسي السوداني. الأوضاع في السودان ما قبل أبريل 2019 هي بكل تأكيد ليست ما بعد أبريل 2019. الوضع الآن في منتهى الخطورة، كل قواعد الأمن القومي السوداني الآن مهددة أو مضروبة، وبالتالي التأثيرات عميقة جدا وكبيرة جدا على الأمن القومي السوداني. لا وحدة سودانية كما كانت في السابق، نعم الآن الوحدة مهددة، الوجدان السوداني نفسه مهدد. سنتحدث أكثر بالوقت المتبقي كيف وصلت الأمور وما هو مستقبل الأمور، لكن هنا نريد أن نسأل منذر سليمان عن موقع واشنطن. بالمناسبة منذ اللحظات الأولى أو الأيام الأولى لاندلاع هذه الاشتباكات كانت هناك محاولة واثنين، أكثر من محاولة أمريكية لحلحلة هذه الأزمة لكنها لم تحل في عهد الرئيس بايدن، أيضا ما هي الأسباب؟ يعني طبعا كان أيضا هناك دافع لإدارة بايدن في مطلع عهدها بأن تتحدث على ضرورة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان اعتبار أنه ما جرى من تحركات شعبية كانت يعني واعدة بإمكانية الانتقال إلى نظام ديمقراطي سلمي، كانت الولايات المتحدة ترغب في هذا الأمر لأنها يمكن أن تسيطر على الوضع في ظل المرحلة التي سبقت ذلك، أنه كان هناك توجه للتطبيع خلال عهد ترامب، تركز التطبيع من قبل يعني القوى الأساسية النافذة في السودان، ووجدنا لاحقا أنه تبارى الجنرالين في كيفية التعاطي والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، رغم أن هناك امتدادات دولية مختلفة وولاءات مختلفة في الصراع الدائر حاليا التي يتم تغذيته عسكريا، يعني وخاصة بشكل خاص يتم الاتهام الإمارات بأنها تدعم قوات التدخل السريع، بينما أن روسيا تدعم الجيش، والآن يتم الاتهام بأنه أيضا إيران تقوم بدعم الجيش. كان الاهتمام بالوساطات كما تفضلت بأنه يمكن التعويل على أنه القيادات العسكرية ستقوم بهذه المرحلة الانتقالية وتؤدي إلى تقديم الحكم ل يعني القوى المدنية. ولكن
الانشغال الولايات المتحدة وعدم وضع إفريقيا ككل وحتى السودان كأولوية، هي بالنسبة لها كانت على الأقل أن يكون التركيز للحيلولة دون تحول السودان باتجاه روسيا بتقديس قوات فاغنر أو يتعزز التواجد الصيني هناك. طالما أتيت على ذكر روسيا، نريد هنا أن نسأل مسلم حول الدور الروسي في السودان، وواضح هو النشاط الروسي في أفريقيا، وأيضا السودان واحدة من البلدان المهمة والاستراتيجية. نعم، هناك نشاط روسي أيضا ملحوظ ليس فقط في السودان كما قلت، في كل الساحل الأفريقي وفي أغلب الدول الأفريقية. أولا يعتمد على تاريخ هذه العلاقة الجيدة مع كل هذه الدول، ودون التدخل في شؤونها الداخلية أو محاولة اللعب على الصراعات. الموقف الذي تتخذه الدول الأوروبية وتحديدا الولايات المتحدة ضد روسيا، وإذا كنا نتحدث عن السودان لأن السودان تمتلك علاقات جيدة مع كل الأطراف حتى الأطراف المتصارعة فيما بينها، وكانت تسعى دائما إلى أن تستمر السودان موحدة لما لها من أهمية، أهمية استراتيجية، أهمية زراعية، أهمية مواد أولية، أهمية أيضا تتيح الفرصة لروسيا بأن تدخل من السودان عبرها إلى الدول الأخرى في ساحل الأفريقي التي لا تتشاطأ مع بحر الأحمر، وهي ضرورية لها إن كانت في الشاد أو في أفريقيا الوسطى وفي غيرها. إذن هذا الصراع ما بين روسيا والدول الأوروبية نتيجة لخلفية ما تسعى كل منهما لتنفذ سياسة معينة في أوروبا. روسيا تسعى إلى أن تكون هناك دول موحدة تستطيع التعاطي معها وتقف، لأنها ستكون موحدة مستقلة فعلا ضد الهيمنة الأمريكية، لكن التقسيم والتفتت هو لصالح المشروع الأمريكي الذي يتحدث عن الفوضى البناءة، والذي ترفضه روسيا وعانت منه في دول الاتحاد السوفيتي، وهكذا سيحصل. طيب، في أفريقيا نعود لك محمد حسب الرسول ونسأل التغيير الذي حصل كيف أثر اجتماعيا بالسودان مع هذه الاشتباكات وهذه الحرب التي شهدتها بعض المدن، دخلت القبائل، دخلت شخصيات من المجتمع السوداني، فبالتالي هنا السؤال، هذه التغييرات كيف ستلقي بظلالها على المجتمع؟ بكل تأكيد هنالك تداعيات سلبية كبيرة على المجتمع السوداني جراء المتغيرات التي حدثت بعد 2019، وبكل تأكيد تفاقمت الأوضاع الاجتماعية بعد الحرب في 2023. المجتمع السوداني كان مجتمعا موحدا قبل 5 سنوات، ولكنه في ظل الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك وتحالف الحرية والتغيير حدثت هنالك انقلابات كثيرة، انقسامات كثيرة في الرأي العام، أدت إلى انقسامات اجتماعية، فضلا عن أن الحرب الآن قد ديرت مجموعة ما من المنظومات الاجتماعية في إطار دعمها لقوات الدعم السريع أصبحت تواجه بمواقف معاكسة من غالب المجتمع السوداني، وبالتالي أصبح هنالك انقساما اجتماعيا. الأمر الثاني وهو مهم للغاية أن 5 سنوات مرت منذ التغيير حتى الآن، ضاعت منها 4 سنوات على الطلاب، طلاب الجامعات، طلاب المدارس. الجامعات السودانية كانت تقبل كل عام 500,000 طالب جديد، منذ 5 سنوات وحتى الآن لم تتمكن الجامعات السودانية من الوفاء بالتزاماتها الأكاديمية، وبالتالي ظلت الجامعات والمدارس على حد سواء معطلة تقريبا، فضاعت 5 سنوات من التعليم على أبناء السودان وعلى أسرهم. في الجانب الآخر هنالك تداعيات كذلك على موضوع الموضوعات الاجتماعية الأخرى، خاصة موضوع الصحة. يعني تخيل أن في الخرطوم فقط كان هنالك حوالي 623 أو 624 مؤسسة صحية، هذه المؤسسات جميعها الآن تقريبا أصبحت خارج الخدمة، وأكثر من نصف هذا العدد موجود في ولاية الجزيرة، أصبح كذلك خارج هذه الخدمة. الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية تأثرت تأثرا كبيرا، خاصة بعد أن فرضت حكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حمدوك
المشروع النيوليبرالي الذي حرر الاقتصاد بالكامل وأخرج الدولة من ما كانت تدعمه تقدمه من دعومات في الجانب الاجتماعي، إن كان على مستوى العلاج أو على مستويات اجتماعية أخرى. منذر، البعض يقول هذه الفوضى في السودان هي جزء من الاستراتيجية الأمريكية لنشر هذه الفوضى بهذا الشكل لمواجهة التمدد الروسي. ما دقة هذا الكلام؟ يعني عندما تعجز الولايات المتحدة عن السيطرة تامة ويكون هناك، إن كان بالنسبة للصين التي يعني توسعت في استثماراتها وكانت يعني منذ عقود، يعني هي بدأت في استثمارات وصلت يعني في مرحلة ما في النفط والغاز إلى 15 مليار دولار، عدا أنه لاحقا تم توزيع حوالي 150 شركة يعني تأسست تعمل، وخط بحري أيضا سريع بين الصين والسودان. عندما أيضا كان هناك توجه لبناء قاعدة عسكرية روسية هي تعرقلت الآن، ولكن هذا يعيدنا إلى مسألة اللعنة التي تعانيها الدول رغم وجود مقدرات لها، النفط والغاز، الذهب، خط ساحلي طويل 1370 ميل بموانئ أساسية في منطقة حساسة في العالم. عندما تعجز الولايات المتحدة عن السيطرة فهي فعلا تشجع على الفوضى، ولذلك نجد أن كل المحاولات التي جرت لوقف إطلاق النار والتي جرت في السعودية وغيرها كلها باءت بالفشل، وحتى تم تغيير المبعوث الأمريكي وتم وضع مبعوث أمريكي خاص، وفجأة الآن تحاول إدارة الأزمة ومحاولة عبر تعيين هذا المبعوث الذي ليس لديه خبرة في السودان، ولديه خبرة دبلوماسية عامة، ولكن بدأ في الاتصالات، والآن تبشر بأنها مستعدة لفرض عقوبات وغيرها. طيب، ولكن بالفعل سنسألك بعد قليل منذر عن المبعوث، هذه النقطة تحديدا. مسلم، هل يدخل السودان ضمن دائرة الصراع بين روسيا والغرب؟ يعني كل العالم يدخل في صراعات ما بين القوى الفاعلة، خاصة وأن روسيا بدأت تتحدث عن تعدد الأقطاب. إذا بالتالي ستتوقع أن في أي منطقة تتواجد بها روسيا ستسعى الولايات المتحدة لتكون نقيضا، وتستعمل أسلوبها، وهو معروف تماما ما يسمى الفوضى البناءة أو يعني تناقض صراع الحضارات، تستعمله أيضا كما قلنا في السودان. نعم، السودان هو منطقة استراتيجية إن كان بموقعها على البحر الأحمر، وهذا البحر الذي يشهد صراعا دوليا وتتواجد به كل القوى هناك. وبالمناسبة الوثيقة الروسية الأمنية تتحدث عن أن البحر الأحمر جزء من الأمن الروسي، والبحر الأحمر تتشاطأ أساسا عليه السودان مع دول أخرى، وكانت تسعى لأن تكون هناك قاعدة، لم تنجح حتى الآن، نعم نتيجة للصراعات الداخلية، لكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة عبر الكثير من ما يتبعها من الدول الصغيرة تحاول أيضا المساهمة في تقسيم السودان، وهذا سينعكس سلبا على روسيا. نعم، التي تطمح لأن تكون هذه الدولة قادرة تستطيع من خلالها المساهمة في السياسة الروسية. طيب، في خضم هكذا تجاذبات دولية وحتى إقليمية، محمد حسن الرسول، أي مصير واضح اليوم للسودان؟ في ظل الأوضاع الحالية التي تزداد سوءا بعد سوء خلال السنوات الخمسة الماضية، تدهور كبير في الاقتصاد، تدهور اجتماعي كبير، تفكك اجتماعي، حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي كذلك، تدمير ممنهج للدولة ولمؤسساتها، تجريف لذاكرة الدولة، تجريف الذاكرة الوجدانية التي كانت تجمع السودانيين وتحاول أن تصحرهم في وجدان واحد وهوية واحدة، كل ذلك تم ضربه الآن. منظومات الأمن، مقومات الأمن القومي السوداني كلها إما ضربت وإما يعني تراجعت وتأثرت تأثرا كبيرا. التدخل الأجنبي في السودان كبير، له دور كبير في ما حدث ويحدث، وبالتالي في ظل هذه الأوضاع يعني تصبح الاحتمالات مفتوحة على كثير من المخاوف، سيما
المخاوف المتصلة بموضوع الانقسام، موضوع استدامة الفوضى والفوضى التي يسميها الغرب الفوضى الخلاقة، محاولة لاستنساخ كذلك الحالة السوداء، العشرية السوداء التي حدثت في الجزائر أو تلك التي حدثت في سوريا لتكون هي حالة سودانية. طيب. من خلال تداعيات الحرب الحالية وتفكك الدولة وانهيار كثير من مقاوماتها. منذر سليمان، بدقيقة، بقيت هي دقيقة لك ودقيقة لمسلم، ونسأل خطوة تعيين مبعوث أمريكي الجديد، ألم يكن ذلك خطوة إيجابية من قبل واشنطن لتصحيح مقاربتها في السودان؟ يفترض أن يكون كذلك، ولكن نلاحظ أنه كيف لو قارنا قليلا بين المأساة التي تعيشها غزة والتي يتم الحديث فعلا أنه في حرب تجويع، في حرب إبادة، يتم ذكر أحيانا في بعض المنظمات الإنسانية، يتم الحديث هناك 10 ملايين تقريبا سوداني يعني تم تهجيرهم إن كان داخل السودان أو حتى خارج السودان للدول المجاورة. هناك أكثر من ربما وصل الأمر 15,000 20,000 قتيل. يفترض إذا بقي الهاجس الأمريكي هو هاجس روسيا بأن لا يكون لديها نفوذ وقوة إن كان في دارفور، ويكون يقولون أن هناك كوريدور يصلها إلى ليبيا وإلى أفريقيا الوسطى، وأيضا هاجس أن الصين تستعيد أيضا نفوذا إن كان على صعيد إدارة الموانئ أو بالاستثمارات الداخلية وتعزيزها. إذا كان هذا هو بعيدا عن الاهتمام بالوضع الإنساني، يفترض أن المخرج أن يكون الجيش هو جيش للدفاع عن الوطن وليس لاستلام السلطة، وأن هذه التجربة المريرة لوضع الجيش أن يكون هناك منفذ عبر دولي يعني بمبادرة أمريكية ودولية لوضع الجيش في نصابه أنه جيش للدفاع عن الوطن وليس للصراعات الداخلية، وأن يكون هناك استعادة لحيوية المجتمع المدني وقواه السياسية بأن يكون هناك على طريق إطلاق نار وإيجاد حل سياسي. ربما هناك مؤشرات بهذا الاتجاه ولكنها ليست قوية حتى الآن. مسلم، بالدقيقة الأخيرة، يعني على أساس الأهمية الاستراتيجية للسودان وأهمية السودان بالنسبة لموسكو، هل يمكن أن نشاهد دورا روسيا أكثر حضورا تحديدا في السودان سواء في حل الأزمة أو في المرحلة المقبلة؟ لا أعتقد، لما لتعقيدات الأزمة وتداخل الكثير من الدول فيها خاصة في الصراع ما بين المكونات السودانية، بالإضافة إلى أن روسيا تنشغل في الكثير من المسائل وتعتبر أيضا مصيرية لها كما يحدث في أوكرانيا، وكما حاليا بدأت الأزمة في القوقاز، ولا ننسى سوريا ومنطقة أيضا الشرق الأوسط بشكل عام والبحر الأحمر. إذن روسيا دائما تسعى مع الحلفاء ومع الدول المجاورة، هي تراهن كثيرا على دور مصر التي قد تتضرر إذا ما استمرت الأزمة في السودان وتقاسم السودان سينعكس عليها سلبا، فتراهن كثيرا على إمكانية أن تلعب السعودية دورا أيضا لما لها من قرب ومن لها علاقات مع هذه المنظمات بأغلبها. إذن هذه هي الطريق التي تسلكه روسيا بعلاقات مع هذه الدول المحيطة بالسودان التي قد تتضرر إذا ما استمرت الأزمة هناك، وستكون لاعبا مهما أيضا إنسانيا وسياسيا إذا تطلب الأمر. شكرا جزيلا لكم مسلم مشعيتو، منذر سليمان، ومحمد حسب الرسول، شكرا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.